الزائر لجناح الصناعة العسكرية للبواخر بقصر المعارض الصنوبر البحري يلفت انتباهه التوافد الكبير للزوار بغية الاطلاع على ما جدت به أنامل جيشنا الأبي. الحمد لله كان إقبال كبير من الجمهور لأنهم يعني كانوا متفاجئين، ما على بالهمش باللي مؤسسة جزائرية تقوم بتصنيع السفن 100% من ابتداء من الدراسات إلى الإنجاز. المواطن حاب الحاجة الأساسية اللي كان يسقسينها المواطن، هل صحيح هذه المجسمات هي لبواخر مصنوعة في الجزائر؟ هذا السؤال يعني اللي بقى ليه لغز، وكانت إجابتنا دائما نعم، هذه مؤسسة جزائرية وتصنع البواخر بأيادي جزائرية ومهندسين جزائريين هما اللي يقوموا بالتخطيط والحسابات وكل شيء. الرائد لبيد عباس أكد استعداد قطاع صناعة البواخر العسكرية للتعامل مع المؤسسات الجزائرية الخاصة. نحن جاهزين، هم إلا جاهزين يوفرونا، جاهزين باش نتعاملوا معهم، هم إلا قادرين يوفرونا المواد الأساسية اللي نخدموا بها نعم. الصناعة العسكرية للبواخر في الجزائر شهدت قفزة نوعية، حيث أصبحت تتكفل بصيانة وتجديد مختلف أنواع البواخر والغواصات